السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بكل خير أوقاتكم. قناة أمريكية الحوثيون أسقطوا ثلاث طائرات MQ-9 منذ نوفمبر الماضي قيمة كل واحدة 30 مليون دولار. ذكرت قناة CBC نيوز الأمريكية إن ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 تبلغ قيمة كل منها حوالي 30 مليون دولار تحطمت قبالة اليمن منذ نوفمبر الماضي. وقالت القناة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 ريبر تحطمت قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع في هجوم محتمل لجماعة الحوثي، مشيرة إلى أن قضية إسقاطها لا تزال قيد التحقيق. أشارت القناة إلى أن جماعة الحوثي أسقطت في أوائل نوفمبر الماضي طائرة من ذات الطراز، ثم أسقطوا الأخرى في شهر فبراير الماضي، قائلة إن تكلفة كل طائرة على حدة تصل لحوالي 30 مليون دولار. ويستخدم سلاح الجو الأمريكي هذا النوع من الطائرات المسيرة لجمع المعلومات، ويمكن أيضا تسليحها واستخدامها ضد أهداف متحركة عالية القيمة وحساسة نظرا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة لفترة طويلة من الزمن. وكانت واشنطن أعلنت رسميا إسقاط طائرة مقاتلة لها في اليمن، حيث قال مسؤول أمريكي لشبكة CBC الأمريكية إن طائرة بدون طيار أمريكية من طراز MQ-9 تحطمت قبالة سواحل اليمن. يشير المسؤول الأمريكي إلى منطقة سقوط الطائرة الاستطلاعية المقاتلة التي تعد الأحدث في الترسانة الأمريكية، وأنوه بأني قمت بنشر مشاهد للحظة إسقاط هذه الطائرة، وستجدون رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.